حقائق لا تعرفها الفنانة خديجة شنديل، بطلة مسلسل وادي الذئاب وصاحبة لقب ملكة جمال تركيا. دعونا نتعرف عليها. ولدت الفنانة التركية الشهيرة خديجة شنديل في 2 أغسطس عام 1983 بمدينة أنطاليا الساحلية جنوب غرب تركيا، لأم تركية الأصل من مدينة إسطنبول تدعى ديليك شنديل، وأب يوناني من مدينة مقدونيا يدعى نفزات شنديل، ولديها شقيقتان يصغرها من العمر، أحدهما تدعى أصغر شنديل والأخرى تدعى تيوبان شنديل، فمن هوايتها التمثيل والتصوير الفوتوغرافي وركوب الخيل. درست الفنانة خديجة شنديل المرحلة الثانوية في مدرسة نام كمال بمدينة أنطاليا، وبعد تخرجها من المدرسة التحقت بكلية إدارة الأعمال بجامعة البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم بعد ذلك أخذت دروسا لمدة 2 في مجال التمثيل عند الفنانة التركية الشهيرة إيلا جان التي قامت بدور أناضول بمسلسل وادي الذئاب. وفي عام 2001 شاركت الفنانة خديجة شنديل في مسابقة ملكة جمال تركيا وأوروبا، وقد حصلت حينها على المركز الثالث، وبعد انتهاء المسابقة أكملت تعليمها الأكاديمي إلى أن حصلت على أول عروض التمثيل، حيث منحها المخرج جمال شان فرصتها الأولى، وقد ظهرت لأول مرة على شاشات التلفاز من خلال مشاركتها بمسلسل حياة جديدة في عام 2001، ومن ثم ظهورها كموديل لأول مرة في فيديو كليب غنائي بعنوان العرف للمطرب التركي شيليك. وفي عام 2005 انضمت إلى مسلسل التركي الشهير هيلول التي قامت ببطولته والتي أدت بدور عزيزة، حيث يعتبر هذا العمل أحد أهم الأعمال الفنية في تركيا وكذلك أكثر تميزاً. وفي عام 2008 اعتبر العام الذي غير مجرى حياتها والذي أحدث تغيرا كبيرا، حيث شاركت في مسلسل متفرد من نوعه ألا هو مسلسل وادي الذئاب، والذي يعد أشهر مسلسل أكشن في تركيا والذي حطم الأرقام القياسية في نسب المشاهدة على الشاشات التركية على مدار 12 عاما وحتى الآن، حيث شاركت بمسلسل وادي الذئاب بالموسم الثالث والرابع منذ عام 2008 وحتى عام 2010 بدور إبرو زوجة مراد علمدار، حيث أدت دورا مميزا بهذا المسلسل. وبعد خروجها من المسلسل بدأت تتوالى أعمالها الفنية وأصبحت لديها شهرة واسعة وجمهور كبير، ومن ثم انضمامها بعد ذلك إلى مسلسل لعبة القدر التي قامت ببطولته بالاشتراك مع الفنان سكان دانيز، والذي يعتبر من أنجح الأعمال الدرامية التي قدمتها خلال مشوارها الفني المميز. أما على الصعيد الشخصي، تعيش الفنانة خديجة شنديل حياة هادئة، حيث تقيم حاليا في مدينة إسطنبول، وهي متزوجة من الممثل والمنتج التركي بوراك سياشاع، المنتج الفني لمسلسل عهد ومسلسل لثقة في عام 2015، حيث تزوجا بعد قصة حب استمرت 5 سنوات، وقد تعرف على بعضهم البعض في إحدى مواقع التصوير في عام 2010، وقد كان هذا التعارف بداية حبهم، حيث أقيم حفل زفاف بمدينة إسطنبول بحضور عدد كبير من النجوم الأتراك، وقد أنجب الطفل الأول في 18 مايو عام 2017، والتي أطلقت عليه اسم جان. وقد فضلت الفنانة التفرغ بعدها لحياتها الشخصية. وفي عام 2017 توفي والد الفنانة خديجة شنديل عن عمر ناهز 71 عاما، أثر تعرضه لحادث سير أثناء قيادة دراجته النارية والتي اصطدمت بسيارة بمدينة أنطاليا التركية. وقد ظهرت الفنانة خديجة شنديل منهارة وفي نوبة من البكاء بجنازة والدها الذي غاب عنها النجوم الأتراك. وفي عام 2019 أعلن الفنانة خديجة شنديل بشكل مفاجئ وصادم خبر اعتزالها التمثيل بشكل نهائي، مؤكدة أن هذا قرارها الأخير، إلا أنها بعد مرور عام تراجعت عن ذلك القرار
بعد أن قام زوجها بوراق بإقناعها بالعودة إلى الثنتيل لتشارك بعدها بمسلسل نهضة السلاجقة العظمى في عام 2020 بشخصية تركان خاتون بجانب الفنان بورج الجلوسو والفنان غورغان أوغون، حيث ما زالت تشارك فيه لحتى الآن، وقد بلغ عدد متابعين عبر حسابها الرسمي على الانستغرام إلى أكثر من 1.5 مليون متابع. أهم الأعمال التلفزيونية التي شاركت فيها: مسلسل حياة الجديدة عام 2001، مسلسل أيلول عام 2005، مسلسل غريبين عام 2007، مسلسل فسبحان الله عام 2007، مسلسل الوردة البرية عام 2008، مسلسل وادي الذئاب عام 2008، وحتى عام 2010، مسلسل العائلة الكبيرة عام 2010، مسلسل جبل الأسود عام 2010، مسلسل ديلا هانم عام 2012، مسلسل لعبة القدر عام 2014 وحتى عام 2016، فيلم قبلة الحياة عام 2015، مسلسل الطبقة المخملية عام 2016، مسلسل نهضة السلاجقة العظمى عام 2020. وما زالت الفنانة خديجة شنديل تحقق نجاحات مستمرة في تاريخ حياتها. أتمنى أن يكون هذا الفيديو قد نال إعجابكم، وإلى اللقاء في فيديو جديد، دمتم سالمين.